فرسة عندها 12 ساعة ما بتاكلش لسه بترضع بس. فرسة لما تتولد بعد 15 دقيقة تقوم تقف، بعد ما أمها تنزلها في الأرض هي تقوم تقف. دي عندها مولودة امبارح بالظبط. تحفة. تعالى هنا برضه. ايه رأي حضرتك اجيبها لك هنا؟ لا خلاص بقى، في حاجة تانية؟ مستوى بقى انتك جديد. فخمة جدا، رجليها مش معقولة. بالذات السقان الذهبية دي. اوكي. يلا هات اللي بعدها. هي مش قادرة تمشي ها؟ ما هو لسه. لسه بس يعني. وامها لازم تخرج معاها؟ امها لازم تخرج معاها وزعلانه الوقت. طبعا لو انت خدتها تتاثر جدا، ما تقدرش. الصغننه اللي شفتوها دي خرجت امها لازقه فيها، ما تسيبهاش. هنوريك دلوقتي فرسه ثانيه برضه لسه مولوده بقالها ساعات بالظبط. وهتخرج، لازم امها تخرج معاها وهتلاقوها لازقه فيها. يلا يا محمد هاتها. ايوه بقى لها قد ايه دي يا محمد؟ دي مع الفجر الصباح اليوم. الله اكبر الله اكبر. دي مولوده 5 صباحا النهارده. بص امها ما تسيبهاش. طلع. بس خلاص خلاص كويس. لا كمان تعال تعال هات الفرس. تعال. دي يعني بقى لها حوالي 7 ساعات مثلا. بالظبط. ايوه. انا عايزك بقى تيجي زي محمد كده. لان ده ما يتسابش الموضوع ده. تاخدها في حضنك. ايوه كده. وتراضي الفرسة. اوكي. ايوه كده، عشان ما ينفعش تزعل الفرسة. لازم تقول لها او هتبوسك. هي هتبوسك. خليها تبوسك يا استاذ محمد. يلا يا ريت. تعال. ايوه كده. مش اكتر من كده بقى. دي صبا التوفيق واول انتاجها خالص. سودة زي ما حضرتك قلت لي. ولا دي بني تعتبر؟ هي هتبقى يعني في الاول بتفتح شويه كده وهتفتح. تمام. نورتي. ونوري حضرتك برضو حاجه تانية من الصغيرين. اوكي. وبقى لو خدوها منها يحصل لها ايه؟ لا تنهار. تنهار. طبعا تعصب. وتخبط وتبقى مشكله. يعني احنا ساعه الفطام بعد 5 شهور بن بن بنحيلها ونضحك عليها. هي تقعد 5 شهور لازم. في بعض كده. مهندس اشرف هيورينا النهارده دلوقتي يعني حالا ان شاء الله عرض لذو الفقار. ايه ذو الفقار بقى وايه العرض؟ ايه الحكايه دي يا دكتور؟ هو جزء حضرتك من الهويه العربيه بيظهروا الحصان وهو بيتحرك. ودي درجه من درجات التحكيم في مسابقات الجمال. مظبوط. شفت انا مسابقات بالشكل ده. بتشوف انه ازاي الطيب بتاعه وبناء عليه بيزيد ثمنه او بالزبط. بيقل. بالظبط. طب هو بيعمل كده لوحده ولا انتوا بتعلموه؟ هو من الصغر بيبدا يعمل بيخش المكان وبيتعمل له شويه شخلاله بسيطه كده بحيث ان هو يعرض نفسه. فبيبقى باي نيتشر يعني هو بيبقى لوحده. يعني اذا ذو الفقار دلوقتي حاسس ان احنا بنتفرج عليه فهيعرض، فهيورينا امكانياته بالزبط. لوحده بالظبط كده. اوكي اطلقه يا محمد. يلا يا ادي ده مش محمد ده. ادي الاشاره. ما هو اخوه. ادي اشاره البدء لاحمد. يلا يا احمد. ده هو بيتصرف كده ذو الفقار لوحده. مع الكيس البسيط ده هيعرف دلوقتي ان هو بيسيطر منه ايه. بس كده. يا سلام. يا سلام. يا حلاوتك يا ذو الفقار. ايوه كده. بيتأثر بالتسقيف؟ هو هيبدا يشيل رقبته بقى. بص ويعمل لك الصوت اللي بيمثل الحصان بقى العربي. ايه
اهو ده الغبار اللي بقول لكم لا يشك له غبار. يا سلام. على فكرة كان الفرس كده، لكن سيدنا اسماعيل عليه السلام هو اللي قدر يمتضي الجواد لأول مرة في التاريخ حسب ما بتقول الروايات، وبعد الناس تركبه. لكن مش كل حصان نقدر نركبه. لا لا، لازم الحصان يعني برضو من المعلومات ان هو لازم يتروض بعد سن ال3 سنين اذا كان حصان او فرسة. ونقدر نمتطيه بقى. طب ممكن نسأل بقى عن الاسعار بقى يا باشمهندس اشرف؟ طبعا الخيل بتختلف بقى، يعني مثلا حضرتك ده حصان مختلف عن حصان تاني، فبيبقى في فروقات في الاسعار. بس صحيح في الاسعار اللي بنسمع عنها مليون دولار واثنين وثلاثة والله بص ده شو اعلامي زي شو اعلام. مش حقيقي قوي. يعني الحقيقه ربنا يكون في عون مربيين الخيل دلوقتي، بيتكلفوا كتير قوي قوي قوي. بيقولوا الحاجات غليت جدا. يعني حضرتك مثلا الطن الشعير كنا بنجيبه ب 1000 جنيه، النهارده بنجيبه ب 6000 جنيه. وطن الشعير والحصان ياكل قد ايه كل يوم؟ الحصان بياخد 6 كيلو او 5 كيلو في اليوم شعير، غير البرسيم غير البرسيم غير الاضافات التانيه. بيستحمى كل يوم فعلا 3 4 مرات؟ هو الحمى الاساسي بالنسبه للحصان حاجه اسمها التمار، اللي هي المكرشه الفرشه. ايوه دي حضرتك بتشيل من على جسمه كل حاجه، بتعمل له مساج وبتنشط الدوره الدمويه كل يوم. كل يوم طبعا. ده اساسي. وبتخليه دايما نظيف زي ما حضرتك شايف كده. هو ده حاجه مش معقوله. يعني حاجه زي اللوح اللي بتشوفها بالظبط كده. فهو زي اللوح. هو ما يسكنش هيسكت؟ لا، طول ما احنا واقفين وبيرحب بينا وبيعرض نفسه، يعني بيقول انا اهو. طب اتعلمت ايه بقى من الحكايه دي من سنه 4 بقى لما جالك الخيل اللي جات لك عروسه؟ والله ولا عريس جالك؟ والله في الاول مع ابنك جالك ولد ولا الولد؟ الهديه فرس. كان ولد. حصان. مهر. وانت بقالك معاهم 16 سنه دلوقتي داخلين في 17 ما شاء الله. عندنا الجيل الخامس. اتعلمت ايه بقى من الحكايه دي؟ والله الخيل يعني علمتني ان انا يعني انه الايمان بالله سبحانه وتعالى في انه ترتيبه هو وتدبيره ما فيش احسن منه. يعني اعمال العقل مع ربنا سبحانه وتعالى ما بيجيبش نتيجه كويسه. صحيح. الله رب قلوب. بالظبط كده. فانت اهو جاي لك اهو. يا سلام يا سلام، عرض ممتاز، انت تحفه. هنسقف لك اهو. قلت لي حضرتك ان احد اولادك متجوز حفيده الشيخ الشعراوي. بنتك متجوزه حفيد الشيخ الشعراوي. بنتي متجوزه المهندس محمد ابن الاستاذ احمد الشعراوي، اصغر ابناء. بس ما كنتش انت عملت المزرعه دي لسه؟ ما كنتش عملت، لان الشيخ الشعراوي مات سنه 97 اظن. لا، ما كناش لسه عملنا المزرعه، يعني بعد فتره بقى يعني. وعلى فكره في قصه لذيذه قوي. احنا عندنا الفقار. احنا عندنا يعني صداقة تربطنا بالشيخ يعني قوية الحمد لله. يعني كانت وهو في أواخر أيامه طلب إن هو، برغم إنه كان تعبان، طلب إن هو يجي يتعشى معانا. واتحايلنا عليه يا مولانا أنا هنجيب العشاء ونجيلك البيت. أبدا لازم أجي. وطب حاجة أخد حضرتك بالعربية؟ لا، بعربيتي. والحقيقه طلعنا له كرسي اللي هو هيقعد بقى عليه في الصالون وكده في اتجاه القبله، وشلناه ودخلناه وصلينا العشاء وتعشينا الاكلات اللي هو بيحبها. المدام قالت لنا انه كان بيحب الملوخيه. بيحب الملوخيه واللحمه الضاني. اللحمه الضاني. وكانت دي اخر زياره تقريبا هو طلع فيها بره البيت. وكانت عندنا يعني. بعد كده حفيده اللي هو اتجوز بنتي ورزقنا بقى باحفاد الشيخ الشعراوي. عندنا خديجه الشعراوي واسماعيل الشعراوي. جميل جدا. جدا جدا. فدي برده من الـ الطرائف يعني. الـ يجي لك فرس ما تحبش تبيعه؟ كتير والله. كتير. ما ترضاش تبيعه؟ كتير. خلاص خلاص انتهى الموضوع.